ترهلات الجسم. قد تكون ترهلات الجسم علامة على ضعف العضلات، وفي هذه الحالة ستحتاج إلى بناء تلك العضلات للتخلص من الترهلات وشد الجسم. يترهل الجسم لأن الجلد يفقد مرونته، ويمكن أن تساعد الكريمات الغنية بالمغذيات في حل مشكلة الترهل وشد البشرة، كما يمكن للطبيب أن ينصحك بشأن المزيد من العلاج. اقرأ المحتوى الأصلي على موقع كل يوم معلومات طبية نقطة خطوات علاج ترهلات الجسم. شرب الماء، شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء النقي كل يوم، وذلك لأن حتى الجفاف الخفيف يمكن أن يكون له آثار ضارة على نسيج البشرة، فقد يؤدي الجفاف إلى ظهور الهالات السوداء حول العينين بصورة أكثر وضوحا، حيث يمكن للخطوط الدقيقة أن تبدو أكثر عمقا، ويمكن أن تبدو بشرة وجهك مترهلة. ترطيب البشرة، احرصي على وضع مرطب جيد لبشرتك على وجهك وكامل جسمك لإضفاء مظهر أكثر صلابة على وجهك وجسمك، ويمكن للمستحضر الذي يحتوي على مادة الكافيين كمكون أساسي أن يساعد في تقوية وشد الجلد عن طريق تقييد الأوعية الدموية قليل. اقرأ أيضا ما هي أنواع البشرة المختلفة وكيف يمكن العناية بها. الكريمات الغنية بالفيتامينات، ينصح باستخدام كريمات تحتوي على فيتامين E وفيتامين C أو كريم مع أحماض ألفا أو بيتا هيدروكسي إلى بشرة الوجه والجسم المترهلة في المساء، فهذه المكونات النشطة يمكن أن تساعد في تحسين مظهر الجلد عن طريق تسريع تجديد الخلايا لخلق خلايا جلد جديدة أكثر ثبات. اقرأ المحتوى الأصلي على موقع كل يوم معلومة طبية نقطة. المكملات الغذائية، يمكن لبعض أنواع المكملات أن تساعد على مرونة البشرة وحمايتها، لذلك يجب استشارة الطبيب الذي يحدد الأسباب وراء ترهل الجسم وما هي المكملات والجرعات المناسبة لها حسب كل حالة. اقرأ المحتوى الأصلي على موقع كل يوم معلوم.